食べられるの早いかな。Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallam wa rasulullah. It's an honor to be with you again. Shukran. دعتوني على الغداء. الحمد لله وشفتكم النهاردة مرة ثانية. Remembering something which happened to every one of us. فتذكر شيء بيحدث لكل واحد فينا. هي اسم الشيء ده الأنا 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 الأنا. It's mean I am I am I am I am I am. When you want to save yourself, you run. لما تحب تنقذ نفسك تجري وتنفعل تتحمس. لما تحب تكسب تجري تنفعل وتحل نفسك. When you want to save yourself or you want to achieve something, you run very fast. Okay? The five pillars of Islam is divided on the personal and the community. خمس أركان الإسلام مبنية على التحصيل الذاتي والمجتمعي. أشهد أن لا إله إلا الله for me. خلاص؟ أبي كم مسلم. أوكي؟ الصلاة for me. Prayer for me. صح؟ صوم for me. صح؟ To save myself. Right? ربنا. وبعدين الحج for me. To clean myself and come and be born new. إلا الزكاة. اللي احنا لما نيجي نعملها بنطلعها بالعافيه. يا احسد ده انا ما عنديش السنه دي، ده انا هعملها السنه الجايه، ده انا مش عارف ايه. فاكر شايف ما شاء الله مليمهم النوم ولا واحد. فربنا سبحانه وتعالى حط دي عشان البيرسونال اتشيفمنت بتاعتنا احنا، وعشان الكوميونتي اتشيفمنت. حط الاربعه دول عشان احنا ادانا اربعه وخلى الكوميونتي واحد. لكن احنا في الكوميونتي ما بنكونش متحمسين قوي زي ما بيكون في الحاجه الخاصه بينا. في رمضان وسع يا جدع، انا هكون في اول ايه صف. رمضان you have to be in the first line because السنه بفرض، والفرض بكام فرض؟ ها؟ 50 في كازيون ولا ايه؟ 70 فرض. خد بالك؟ وهكذا. عشان ايه؟ انا هنقذ نفسي من النار. لكن لما اجي على الكوميونتي واخد بالك بنشوف قد ايه بنصرف على انفسنا في البيت في كلام ليس له فائده، وقد ايه بنصرف على الكوميونتي. We see how much we spend on ourselves and our family at home. How much we waste. How much we waste our resources on trivial things at home. And how little we spend on our community. صح ولا غلط؟ Or none. ها؟ Or none. Or none. لذلك الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء، كل واحد فيهم قال إيه يوم القيامة؟ نفسي 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 نفسي، إلا محمد قال أمتي 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 أمتي. And the main difference between the Prophet صلى الله عليه وسلم and other prophets, every one of them says, my soul, my soul, my soul, my, including Prophet Abraham عليه السلام, أبا الأنبياء, the father of all the prophets. Everybody, the only one who will make sujood in front of Allah subhanahu wa ta'ala and crying for an ummah, saying, ummati, ummati, ummati. Why are the ummah are not doing like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? And each one of us is doing like other prophets saying نفسي 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 نفسي. ليه احنا ما نتخلقش باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وننظر للامه حولنا. Our neighborhood, our families, our relation, our friends, our community. But we are saying نفسي 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 كده مش كده بقى؟ ما يستاهل بيرقصوا كده كده؟ بتعملوا عندكم في اليمن كده؟ ولا كده؟ خدت بالك؟ ونقول لك
We just want from the Prophet what saves us, but does not cost us. عايزين من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ينجينا ببلاش. عشان كده انا كان ليا محاضره في تركيا. That's why I had a talk in Turkey about fundraising. And they told them categorically, don't use orphans as a commodity. And this for you people. Don't choose me as a refugee, as a commodity. Displaced person or sick person as a commodity. لا تستعملوا اليتيم كسلعة. اللاجئ كسلعة. عشان نجمع تبرعات. أو المسكين والأرملة كسلعة. لأنهم بني آدمين زينا. واللي بيقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة ها؟ اللي بيقول لك إيه؟ Me and the one who sponsored the yatim are like this in heaven. Allu and tell him, treat the yatim as your children. Don't give him £1 a day. A yatim for £1 a day. صح؟ عمل لك ايه؟ بوسه. لا, another organization tell you a yatim for 40 pence a day. What is this? طب بالك؟ يعني ايه ده؟ نستعمل اليتيم كسلعة. لكن لما احنا عايزين نبقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم نخش الجنة بس ببلاش. ما نصرفش فلوس على الجنة. بس نقف جنب الرسول يقول لك ايه؟ أنا هخش عشان دفعت. لا, أنت دفعت هتاخد حق الإيه؟ الريورد بتاعك. بس أنت مع الرسول بتحك فيه كده لما تعامل اليتيم أو اليتيمة زي بنتك وزي ابنك. بالصرف. ها؟ When you treat the orphans and the sick people and the displaced people and the refugees like your relatives, like your sons and daughters. That's why you will go with the Prophet صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولا ايه؟ ولا حدود لمبلغ تدفعه. There's no limit for what you give. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك رب درهم سبق ألف درهم. يعني ممكن الباوند انت اللي دونيتد will be more important than a million pound by him because this man has maybe trillion pounds ان شاء الله. And when he give a million it's nothing. He knows. But this man has 5 pound or 2 pounds, he give 1 pound of the 2 pounds. It's the difference. The amount he donated, كمية المال اللي بيتبرع بيه كبيرة. لكن بالنسبة له صغيرة. أما هذا فكمية ما يتبرع بها صغيرة بس بالنسبة له كبيرة. See? عشان كده احنا بنحاول ننقذ نفسنا ضد السنة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أمتي أمتي واحنا بنقول ايه؟ ها سمعوني. نفسي 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 نفسي. وايه نفسي نفسي ببلاش. لأن الصلاة ما بتكلفش فلوس. صح؟ الصوم ما بيكلفش فلوس. دخول الاسلام ما بيكلفش الفلوس. ها اللي بيكلف فلوس الحج بنقعد بقى لغايه ما نيجي هنموت نومين حج. وايه والزكاه بقى اللي كل سنه تكلف فلوس. صح؟ فخلي بالكم ان احنا امتي امتي ليست امه نفسي نفسي. We are the ummah of our nation, our ummah, our nation, our community. Whether Muslims or non-Muslims. Not the ummah of myself, my soul, myself, my soul, myself, my soul. جزاكم الله خير وشكرا للاستاذ ابو عمر. ممكن اخد معاه سيلفي؟ ابو اكرم. انا هجيب عمر كمان. وابو فاطمه وابو الزهراء وابو الحسن وابو الحسين وابو العباس كله مش كده؟ ان شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. خلاص جزاكم الله خير.